شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ موافقة النواب على التقرير حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، كما قرر إحالته إلى رئيس الجمهورية. وخلال الجلسة ثمنت الحكومة تلك الدراسة ورحبت بكافة توصياتها، كما دعت إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ. جلسة عامة جديدة واصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين والدراسات المقدمة من الأعضاء. وشهدت الجلسة موافقة المجلس على التقرير البرلماني عن دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، كما قرر إحالته إلى رئيس الجمهورية وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. بعد أن انتهى المجلس من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، الموافق من حضراتكم على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به يتفضل برفع يده. موافقة. وعملا بحكم المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس يحال التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية. جاءت موافقة المجلس على التقرير البرلماني بعد أن أبدى عدد من النواب مقترحاتهم إزاء الدراسة. كل الاحترام للجنة الموقرة التي وضعت يدها على العلاقة التأثيرية بين الشباب وسوق العمل غير الرسمي وتسليط الضوء على الواقع ومشكلاته، باعتبار أن الاقتصاد غير الرسمي نشاط يوفر فرص عمل ودخول للأفراد الصغيرة ولكنها غير مسجلة في أي جهة وغير معترف بها قانونا. الناس اللي بتعمل في الاقتصاد الموازي بتعمل في ظروف بالغة الصعوبة بالغة الشدة، ورغم ده كله قادرين ينتجوا قادرين يحققوا كفاءة، لأن هو في الآخر لما نبص على حجم هذا الاقتصاد وقيمته بالنسبة للناتج المحلي كبيرة جدا مقارنة بالاقتصاد الرسمي المنظم اللي عنده كل الدعم والتمويل والمؤسسات والمؤسسة وكل ما إلى ذلك. فبالتالي الناس دي عندها ثلاث حاجات احنا محتاجين نبص عليها مهمة جدا، وعندهم المبادرة الفردية، عندهم المثابرة، عندهم الابتكار، والثلاث حاجات دول هم أساس أي نجاح للأعمال في أي قطاع إن كان. وخلال الجلسة ثمنت الحكومة تلك الدراسة ورحبت بكافة توصياتها، كما دعت إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ. وفي ختام الجلسة قرر رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق 22 من يناير الجاري.